اسمي فاطمة آل زارع، موظفة في قسم العلاج التنفسي ومن سكان منطقة القطيف. توظفت بأكتوبر 2019، بعد 5 أشهر تقريباً بدأت أزمة كورونا. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، نحن نعيش تحدي كبير. فيروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع. في ظل مواجهة الجائحة وانتشار الحالات والتحديات اللي واجهها المجتمع، جاء القرار بإغلاق منطقة القطيف. صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التي فقد تقرر ما يلي: تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا من سيهات جنوبا إلى صفوة شمالا. القرار طبعا كان صادم، وكان أمامي خيارين: إما أني أرجع مع عائلتي للقطيف، أو أني أستمر في خدمة المرضى والاستعداد لمواجهة الجائحة. مع صعوبة الموضوع، لكن في النهاية قررت أني أستمر في مساعدة المرضى. ستين يوم قضيتها بعيد عن عائلتي، الوضع كان أشبه بالتحدي. كان عقلي وانشغاله في خدمة المرضى، لكن مشاعري وقلبي كلها تحتوي عائلتي. ولله الحمد، كنت حريصة جداً أن الظروف اللي أمر فيها ما تأثر على جودة وكفاءة عملي. في النهاية، شكراً من القلب لأهلي، عائلتي وصديقاتي على الدعم في هذه الفترة. عائلة العناية التنفسية مكانكم في القلب، إدارة المستشفى عطائكم، تواجدكم معنا، دعمكم هو سبب استمرارنا، فشكراً لكم جميعاً.